تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. سيدنا يسوع المسيح قال: تتفحصون الكتب لعلكم تجدون فيها الحياة. الآن يجب على المسيحيين، يعني إحنا المسيحيين واجبنا وحقنا إنه ندرس الكتاب المقدس، ولكن زي ما حكينا في لقاءات سابقة، رسالة القديس بطرس الثانية بتعطينا ثلاث قواعد، ثلاث قوانين للتفسير الصحيح للكتاب المقدس. أولاً إنه لا للتفسير الفردي، فصل 1 آية 20، لا لتفسير الذين لا علم عندهم، لا علم بإيش؟ باللغات القديمة، الخطوط، المخطوطات، التاريخ القديم، الجغرافيا القديمة. بدي أعطيكم مثل على ضرورة معرفة التاريخ القديم لنفسر الكتاب المقدس. وين ما نفتح في العهد الجديد نجد كلمة هيرودس. هيرودس طلب أمر بقتل أطفال وين؟ بيت لحم. هيرودس أمر بقطع رأس يوحنا المعمدان. طيب هل هو نفسه؟ لا. الإنجيل المقدس بقولنا بس هيرودس. التاريخ بقولنا إنه الأول هو هيرودس الكبير، والثاني هو ابنه هيرودس أنتيباس. على فكرة في كمان تنين هيرودس مذكورين فقط بلفظة هيرودس. إذن لا يكفي إنه الإنسان يقرأ الكتاب المقدس بدون معرفة بالتاريخ وبالجغرافيا. بقول طيب هيو هيرودس مات صح ولا لا؟ مش قال له الملاك شو قال للقديس يوسف؟ الآن بإمكانك ترجع لأنه مات الذين يريدون نفس الصبي اللي هو هيرودس وجماعته. طيب بعدين ما بنشوفه غير قام من بين الأموات وصار بده يقطع رأس يوحنا المعمدان. إذن ضرورة العلم هذا الشرط الثاني. ثالثا ضرورة الرسوخ. الرسوخ يعني الثبات في الكنيسة التي أسسها السيد المسيح. إحنا مجبورين اليوم نزيد سبب رابع اللي موجود من أول الكتاب المقدس لآخره: أي تفسير يخالف الوصايا العشر هو تفسير مرفوض. المطران أحد المطارن الأرثوذكس في فلسطين عمل إعلان مهم وهي موجود في الجريدة، بيقول إنه في ناس مشيوا في مسيرة ادعوا إنها مسيرة مسيحية تأييد للاحتلال الإسرائيلي. المطران إيش بيقول؟ كل ما هو مخالف للحق وللإنصاف مش ممكن أنت تأيده باسم مين؟ باسم الكتاب المقدس. معناه تفسيرك أنت للكتاب المقدس غلط. مثلا لو قلنا أنه الكتاب المقدس يقول، لنفرض يقول أنه هاي الأرض لليهود، هل الآيات هاي اللي انكتبت قبل 2000 سنة أو 3000 سنة، هل هاي الآيات معناها اليوم هيك؟ وهل هاي الآيات معناها إنه يحق لليهودي يطردني من بيتي ومن، تعرفوا سنة 1948 750,000 لاجئ فلسطيني؟ هل يعني إذا مكتوب إنه، بدناش ندخل في النقاش، إذا مكتوب إنه هاي الأرض لليهود، هل هذا معناه إنه يحق لكل يهودي إنه يجي لكل فلسطيني ويقول له اطلع من هذا البيت أو يقتله وياخذ البيت زي ما صار في 1948 أو طبعاً بال67؟ إذا اللي بقوله هذا المطران، مش حابب أذكر اسمه بس أساس لإنه هاي يعني
أفلام أو عروض إحنا بنقدمها للعالم أجمع، طبعا مع الاحترام والمحبة لسيادته، قول إن هذه المجموعة لا يمكن اعتبارها مسيحية، لأنه لو كانوا مسيحيين بالفعل لذهبوا إلى المواقع المسيحية التي استهدفت مؤخرا من قبل جماعات يهودية متطرفة. لو كانوا مسيحيين فعلا كان بوقفوا مع الحق وليس مع الظلم. هيك صار عنا إذا بتتذكروا 4 شروط لتفسير الكتاب المقدس. الآن بالنسبة ليوسف في الكتاب المقدس، يوسف الصديق ابن يعقوب، تذكروا كيف انه كان يحلم أحلام وإخوته كانوا يحسدوه على أحلامه، وبعدين كيف انه راح خدم فرعون مصر يعني، وكيف انه بمكايد احدى النساء بدون مؤاخذة روم طرح في السجن. طبعا اللي بقولنا اياه الكتاب المقدس واضح انه المتهم زي ما بقول مثل العربيين اياه، المتهم اللي عند ربه وهو بريء، وفعلا ظهرت براءته. يعني اللي بيقرأ فينا نص الكتاب المقدس بنزاهة يجد انه نص طاهر نقي، ما فيش فيه ولا اي شائبة، بالعكس. وبدعوكم طبعا خصوصا اللي اسمهم يوسف يعني اللي انه يقرأوا هاي النصوص. وشكرا لإصغائكم.